من هنا من تحفة ميادين السباق من أرضية ميدان المرموم ومع تحدينا وشوطنا الخامس عشر ضمن هذه الفترة المسائية الانطلاقات لإجداع سن الإبداع والإمتاع والمخصص للقعدان المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل ومسافتنا الحاضرة هي 6 كيلومترات فأتمنى التوفيق والناموس والسلامة لجميع المشاركين لأتابع البداية وأرصد المركز الأول من يتحرك في هذه اللحظات ليعلن عن تواجده وانطلاقه هذا ربدان سلطان بن سعيد بن مهير بن الرحمة الدرمكي يقدم لنا شعاره على أول المراكز أما ثانيا حضر غازي محفوظ بن خميس بن علي الينيبي يقدم لنا غازي مع ثاني المراكز وثالثا حضر الواضح سالم بن محمد بن خدوم الدهماني بن خدوم الدهماني يحضر مع الواضح بكل وضوح على ثالث المراكز أما رابعا وصل فضاح راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري وخامسا لأتابع ري سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد السبوسي يتقدم مع خامس المراكز لأنتقل وأتابع تابع العازف الحاضر بشعار نابت بن حمد بن نابت بن محمد العامري والمنطلق مع سادس المراكز أما سابعا وصل وحضر في هذه اللحظات هذا الأسد سالم بن قنون بن مسلم بن حمرور العامري لكن التجاوز والحضور في هذه اللحظات مع الواعي حمد بن محمد بن سعيد العفاري يتقدم ومن هناك أتابع شاهين سلطان بن علي بن عمر بن هلال الظاهري وتاسعا لأشوف وأتابع شاهين سعيد بن سلطان بن مبارك بن ضيخان وعاشرا وصل بالرملي ليحضر ويتقدم مع علي سهيل بالرملي بن محمد العامري هكذا هي النتيجة ونداؤنا الأول ذعناه عليكم وعلى مسامعكم بالوفاء والتمام للقعدان المحليات الأصايل لأعود مع الدرمكي أعود إلى ربدان والمركز الأول سلطان بن سعيد بن مهير بن الرحمة الدرمكي يحضر مع شعاره وينطلق مع الصدارة حتى هذه اللحظات لكن الينيبي يحضر ويقدم لنا غازي محفوظ بن خميس بن علي الينيبي يحضر الزعيم ليتجاوز وينطلق الزعيم مع المركز الأول مع غازي يحضر الزعيم العيناوي محفوظ بن خميس بن علي الينيبي لكن شوف المركز الثالث وصل ري وصل السبوسي سعيد بن عبيد بن سعيد المروشد السبوسي والحاضر الواضح سالم بن محمد ابن خدوم الدهماني ينطلق في هذه اللحظات مع رابع المراكز وخامسا مرحبا بشعار الشاعر يحضر ويتقدم مع وسيم غدير بن سعيد ابن غدير الاكتبي ينطلق بسعيد ليحضر وينطلق مع وسيم على مستوى خامس المراكز
هو سادسا العازف نابت بن حمد بن نابت بن محمد العمري، هو الحضور من قبل الأسد سالم بن قنون بن مسلم بن حمرور العمري، وكذلك الوصول والانطلاق مع الواعي حمد بن محمد بن سعيد العفاري. لكن 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 شوف الحاضر، شوف الواصل في هذه اللحظات، وصل شاهين مع أول نداء لشعار حمودة بن محمد بن علي بن حمودة الاكتبي. هكذا هو نداءنا الثاني لرحلة هذه الأسماء والشعارات، واثنين كيلومتر يا هل الاجداع هي ما تبقت عن خط النهاية وعن الانتصار، لأعود مع غازي مع الزعيم العيناوي الحاضر مع الصدارة، والمنطلق مع غازي محفوظ الخميس بن علي الينيبي، وثاني الري سعيد بن عبيد بن سعيد المراشد السبوسي. أما ثالثا وصل الواضح سالم بن محمد بن خدوم الدهماني، يقدم لنا شعاره. ورابعا حضر وسيم غدير بن سعيد بن غدير الكتبي. لكن 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 وصلت الشعارات، حضرت الأسماء، بدأ التغيير. لينطلق ري سعيد بن عبيد بن سعيد المراشد السبوسي ويقود الصدارة، وينطلق على مستوى أول المراكز في هذه اللحظات. غازي يحضر ثانيا بشعارك يا الينيبي، وثالثا التحرك والوصول من شعار وسيم غدير بن سعيد الكتبي. لوحة الإعلان، لوحة التحدي للكيل الأخير، الكيل المثير. شوفوا من حضر، شوفوا من وصل. حضر العازف ليعزف على أنغام الصدارة أجمل الألحان، ولكن 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 الواعي حمد بن محمد بن سعيد العفاري بن دبيه العفاري غير إلى الصدارة، غير إلى المركز الأول. العازف يحاول مع العامري، صراع ثنائي على المركز الأول بين العامري بين العفاري بين العازف. كذلك الواعي من سيذهب بالانتصار. روح 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 العازف بأجمل الألحان بأجمل العبارات. نابت بن حمد بن نابت بن محمد العامري غادر غادر مع أهالي الهير بالناموس والانتصار. الله الله، سلام يا الهير، سلام سلام يا العامري، سلام وسلام يا العازف، سلام. لحظة وصوله إلى خط النهاية بطلا لهذا المسار. ثانيا الواعي حمد بن محمد بن سعيد العفاري، وثالثا لحظة الوصول إلى خط النهاية اللي أتابع وصول ري سعيد بن عبيد بن سعيد المراشد السبوسي. أما رابعا رابعا حضر الأسد سالم بن قنون بن مسلم بن حمرور العامري، وخامسا من حضر وسيم غدير بن سعيد بن غدير الكتبي. إذن تحانينا والناموس لراعي العازف نابت بن حمد بن نابت بن محمد العامري، من ذهب بالناموس والانتصار والإبداع الكبير على مستوى أول المراكز لحظة وصوله إلى خط النهاية بتوقيت وغدره 8:59، 9 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لنابت بن حمد بن نابت بن محمد العامري. أما ثاني المراكز لحظة وصوله إلى خط النهاية 9:02 بالوفاء والتمام والكمال. كان الواعي حمد بن محمد بن سعيد العفاري، وثالث المراكز لحظة الوصول إلى خط النهاية من حضر
ري سعيد بن عبيد بن سعيد المروشد السبوسي بتوقيت وقدره. وتهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا.